جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله بعث بها مستمع رمز الى اسمه بالحروف ميم ميم الف، يقول: كنا نصلي صلاه العصر في مسجد قريب من بيتنا، ونحن في الصلاه وفي الركعه الرابعه اذ قام الامام بالركعه الخامسه ناسيا، فتحير المامومون، فمنهم من قام مع الامام ومنهم من جلس، فقمنا بتنبيه الامام بقولنا سبحان الله. ومن الغريب ان الامام لم يجلس وانما أكمل الركعة الخامسة، فتبعه بعض المأمومين وصلوا معه، وأما البعض الآخر فلم يصلي مع الإمام الركعة الخامسة، وظلوا جالسين حتى وصل الإمام إلى التشهد وسجد سجدة السهو وسلم. فاختلف المصلون في صحة الصلاة، فقام رجل وهو من أئمة بعض مساجدنا وقال: الذين أكملوا مع الإمام وصلوا الركعة الخامسة صلاتهم باطلة، وأما الذين لم يكملوا مع الإمام وظلوا جالسين فصلاتهم صحيحة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا قام الإمام إلى الخامسة ونبهه المأمومون ولم يجزم بصواب نفسه وجب عليه الرجوع، أما إن كان يجزم بصواب نفسه فإنه يستمر، ولكن المأمومون من كان يعلم أن هذه خامسة ويعلم أن متابعة الإمام لا تجوز ولكنه تابعه مع ذلك وهو يعلم أنها خامسة وأن متابعته لا تجوز، هذا صلاته باطلة. أما من تبعه جاهلا أنها خامسة أو جاهلا الحكم في متابعة الإمام فيها فصلاته صحيحة، فلا بد من هذا التفصيل. أما الذين جلسوا وهم يعلمون أن هذه خامسة وجلسوا فقد أصابوا، وهم بالخيار، إن شاءوا سلموا لأنفسهم وإن شاءوا انتظروا حتى يسلمون معه، ولكن على الإمام أن يسجد للسهو. على الإمام إذا كان لم يعلم أنه إذا كان الإمام لم يعلم أنها زائدة وإنما ظن أن الصلاة لم تكمل ولم يتعمد الزيادة، فعليه أن يسجد للسهو، وتكون هذه الزيادة لا حكم لها لأنه لم يتعمدها، عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، وأن يسجد المأمومون معه تبعا له. نعم.